رحنا دلوقتي للدكتور صوان مثلا يقول لك، او انا مثلا بنسى اخد فيتامين سي، فخلاص طالما نسيت اخده الصبح يقول لك اوعى تاخده بالليل. الفيتامينز كلها ما تاخدهاش بالليل، في ادويه معينه يقول لك لا اوعى تاخدها بالليل عشان مظبوط. بتسهر. هل ده كلام حقيقي؟ واخر وقت ممكن نفتكر فيه الادويه اللي احنا ما بنفتكرهاش، او الحاجات اللي احنا المفروض ناخدها رغم ان النوم هو المكمل الحقيقي اللي المفروض نحصل عليه، مش المكملات الدوائيه؟ الحقيقة الكلام ده صحيح 100%، ان احنا في بعض الأدوية بنقول للسادة المشاهدين نحرص على المجموعات دي ما تتاخدش بالليل. ليه؟ لأن زي ما بعض الفيتامينات أو الأدوية المعينة اللي هي بتساعد على حاجة اسمها نيورو ماسكولار اكسايتابيليتي، بتساعد ان السيركلز او السايكلز، طبعا الدكتورة سلامة هتشرح الكلام ده باستفاضة، تبقى اقل استثارة ليها، بتخلي فيها نبضات كهربائية بيتم تناقلها عبر الجهاز العصبي وتصحصح المريض. من ضمن الكلام ده بعض الفيتامينز والمينرالز، لان هم داخلين في الجهد الكهربائي الخلوي اللي بيه، باختصار للساده المشاهدين، كل الجسم عم بينقل الاشارات العصبيه بتاعته عن طريق نبضات كهربائيه بتتولد داخل الخلايا العصبيه. النبضات الكهربائيه دي اصلا هي فيري سنسيتيف للمينرالز، للاملاح، الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومجموعه الفيتامينز اللي بتبقى موجوده، فدول بنسميهم اناليبتكس، بيصحصحوا جدا. مش بس كده، ده في ادويه معينه لو اتاخدت بنقول مثلا لا ما تاخدش الدواء ده بالليل خالص. زي ايه مثلا؟ الناس، بعض الناس اللي بيبقى عندهم مثلا خمول او ضعف في الذاكره، او مثلا طالب بيذاكر وستريس جدا وعايز، اديني كتير جدا بنشوفهم في الاعداد، دكتور صوان اكتب لنا على ادويه عشان التركيز، اكتب لي ادويه عشان التسال. ما فيش حاجه اسمها دواء للساده المشاهدين عشان التركيز، لكن النوم الكويس هو اللي بيخلي فيه طبعا تركيز. لان الجسم بيتبني والمخ بيرتاح في فتره النوم، واللي يخليك تركز كويس ان مخك يبقى مرتاح، يقوم يقدر يعمل البروسيسنج او يهضم المعلومات بطريقه كافيه. بالشيء يذكر قصه اللي بنسمعها في اثناء الدراسه وفي اثناء الامتحانات، ان يا مامي انا داخل انام نص ساعه وصحيني، وداخل انام ساعه وصحيني اثناء اليوم، انا تعبان قوي هنام ربع ساعه. احنا بنشوف الكلام ده كتير جدا، الكلام ده مجهد جدا للجسم والمخ ما بيستفدش، بيضيع وقت في ان هو نايم. النوم بنسميه البسيط او اللايت سليب او الخفيف، ما بيخشش في الديب سليب. فقصه تناول الادويه بالليل ده حاجه مهمه جدا، احنا ناخد الحاجات اللي تبعدنا عن الاستثاره. والاهم من كده كمان يا سهير، ان الناس تخش في المود بتاع النوم. يعني ايه المود بتاع النوم؟ زي ما كل زمايلنا الافاضل اشاروا، ان النوم ده براكتس او عاده. يعني انا ما ينفعش اخش انام وحواليا دوشه، وانا عندي الم في رجلي، وانا ستريسد بفكر في حاجه، ان انا واكل كتير او واكل قليل، ما انا لو جعان هقوم من النوم، نفس الكلام، او ان انا عطشان، او سوري ان انا عايز اخش التويلت، او عايز اخش الحمام ومزنوق. انا يعني في مجموعه من بنسميها السليب هايجين او النوم الصحي. المود ده ملوش دعوه بحاله اجتماعيه او بحاله ماديه خالص، ده ليه دعوه الشخص لما قرر ينام، ان اول حاجه اوضه النوم دي للنوم، تاني حاجة عشان كده دايما بقعد اقول ارجوكوا ما حدش يحط تلفزيون او تلفزيون في اوضة النوم خالص. يعني حتى الناس اللي عندها امكانية انها تحط كده، بليز ما تحطش كده، لان انت مخك ذكي جدا، اذكى منك، هيتعود ان اول ما بتخش السرير لو قعدت تتفرج على التلفزيون هتبقى اوتوميتد، حتى وانت نايم هتمسك الريموت وتفتح اول ما اشغل البرنامج. وقصة بس في ناس كده ربنا بيفتح عليها وينعم عليها بالنوم، بتنام وهي بتتفرج على التلفزيون. دول من ايه؟ ما هو انا هقول لحضرتك عادة برضو، عادة. هقول لحضرتك ده بينام بقى ما اسموش بينام، ده بيقع. يعني ده الشخص اللي هو من الاكزوشن، كل الكيميكال ترانسميترز او المواد الكيميائيه اللي عندنا، ده حقيقه فعلا بتبقى اكزوستد لدرجه ان هو بيقع ينام. على فكره ده كان زمان بيعذبوا الناس في العصور الوسطى، ان هو ما يخلوش ينام، ان هو كل ما يجي ينام يصحيه، ده بيقتل الجسم. فانا ارجع للي احنا بنقوله، لازم يبقى في حاجه اسمها سليب هايجين. انا بعيد عن الدوشه، الاوضه حتى لو انا في البيت وبسمع دوشه، اطلب من الناس يا جماعه لو سمحتوا هدوا الدنيا عشان انا عايز انام، اقفل الباب، النور يبقى دم او واطي جدا جدا، واحنا زي ما اتفقنا حتى لو عايز حد يشوف نور بخلي النور خارج الغرفه، ما يبقاش داخل الغرفه. اتنين، مهم قوي وضع رقبتي وراسي على المخده. الناس دايما بتهمل القصه، فكره المخده دي فكره طبعا مهمه لسه جدا. بقى انا عايز اقول لحضرتك ثلاث حاجات.
طبعا من الاسباب عدم النوم ان زوجك بيشخر، دي حاجه فيري كومن. الستات لها ربنا، الستات كلها بنقول لهم يفصلوا لحد ما ايوه لحد ما حد من الطرفين الشخير يتحسن. عشان كده غير زعل يعني في القصه دي. الازواج الزوجات كتير جدا لما بتلاقي زوجها نايم بيشخر بتعمل حاجتين بمنتهى البساطه، يا اما بتعدل له رقبته يا اما بتصحيه يا فلان نام على ليه بقى؟ هي اتعودت ان هي الاكشن ده بيخلي الشخص ده اول حاجه ما بيشخرش ويعمل ازعاج وهي تعرف تنام، والحاجه الثانيه يخش في ديب سليب. ايه بقى؟ عشان انام المخ 2% يا جماعه من وزن الجسم بياخد 25% من الدم اللي بيطلع من الجسم، تاني المخ 2% من وزنه وحجم الجسم بياخد ربع الدم والاكسجين بيستهلكه، فهو ما يقدرش يستحمل ان الاكسجين يقل. فلو انا نايم على مخده عاليه ووضع رقبتي مش مظبوط، سواء متني يا جماعه تانيه بسيطه او بقى حضرتك، انا اسف، في وضع للنوم الناس بتنام تحط دقنها على صدرها ومتنيه، الوضع ده اللي هو بيخرق نفسه والام في الرقبه والام بقى، ما هو ده بقى الام اكسجين ما بيوصلش. وده يفسر ليه ايه بقى يا فندم؟ ان في بعض الناس وهي نايمه بتفضل نفسها تقريبا بيتكتم، ايوه، وجاي يعمل يقوم واخد نفس جامد، حتى النفس ده ممكن يصحي الشخص نفسه، يعني ممكن من النفس يصحيه وبعد كده يرجع يقوم نايم. مشكله القصه دي انقطاع التنفس اثناء النوم ده خطير، ده حتى لو مومنتري حتى لو بسيط. ليه بقى؟ لان المخ بالوقت بتقادم الوقت كل ما نسبه الاكسجين، ده حقيقه، لما تقل نسبه ان الامراض التاكليه في المخ تزيد، ونسبة يا جماعة ان الذاكرة تتأثر تزيد. يعني اللي ما بينامش نوم كويس وصحي دول اكتر ناس عرضة ان يجيلهم جلطات، واكتر ناس عرضة ان هم يجيلهم اكمل ولا بلاش اكمل واكتر ناس عرضة ان هم يجيلهم امراض تأكلية. فاحنا طيب ربنا يستر عليهم من الامراض التأكلية.